أسطورة ليفربول ينتقد محمد صلاح رغم هدفيه أمام إيفرتون، لم أره بهذا السوء من قبل. تصريح منسوب لمحمد صلاح عن فلسطين يشعل الإنترنت، ما قصته؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. تصريح منسوب لمحمد صلاح عن فلسطين يشعل الإنترنت، ما قصته؟ بعد تعرضه لانتقادات وضغوط عدة على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نجم مصر ليفربول الإنجليزي المهاجم المصري محمد صلاح في فيديو الأربعاء داعيا إلى وقف المجازر وإدخال المساعدات الإنسانية. ويظهر في الفيديو المتداول محمد صلاح وهو يدلي بتصريح، وجاء في النص المرافق نقلا عن اللاعب المصري: أنا لا أدعم فلسطين، لا أهتم إلا بكرة القدم. وبدأ انتشار هذا الفيديو في هذه الصيغة حاصدا مئات المشاركات على فيسبوك. غدا نشر محمد صلاح فيديو الأربعاء داعيا فيه إلى وقف المجازر وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، ولم يأتي النجم المصري على ذكر فلسطين في هذه المقابلة إطلاقا. وكان صلاح آنذاك يعلق على المباراة الأولى التي خاضها مع نادي ليفربول الإنجليزي عام 2017. شاهد تعليق محمد أبو تريكة على هدف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول. تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 من أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم حسب ميرور. يستهدف ليفربول التعاقد مع فيكتور أوسيمين في حال رحل محمد صلاح الصيف الماضي نحو الدوري السعودي. وفي سياق متصل ذكرت مترو أن ليس ليفربول الإنجليزي الوحيد المهتم بالنيجيري، ولكن أيضا أرسنال وتشيلسي. علق يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على تأثير النجم المصري محمد صلاح بعد نشره فيديو أعرب من خلاله عن تضامنه مع سكان غزة في ظل سوء الأوضاع التطورات الجارية في القطاع جراء النزاع الدائر بين إسرائيل وفلسطين. بالفيديو لحظات هتاف جماهير ليفربول بعد هدف محمد صلاح اليوم. استضاف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نظيره إيفرتون في ديربي الميرسي سايد اليوم السبت في 2:30 ظهرا بالجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبتعد ليفربول صاحب المركز الرابع مع 17 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن فريقي المقدمة، بينما حصد إيفرتون 7 نقاط فقط من 2 تعادل و5 هزائم في أول 8 مباريات. ويعاني الألماني يورغن كلوب الذي حصد فريقه نقطة يتيمة من آخر مبارتين من صداع في الاختيارات بسبب حالة التعب التي تواجه لاعبيه بعد أيام قليلة من خوضهم لمباريات دولية مع منتخباتهم في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. ويخوض إيفرتون مباراة في ملعب أنفيلد مدركا أن الأرقام لا تقف في صفه، إذ لم يحقق الفوز في عقر دار الريدز منذ عام 1999. ميرور: اتحاد جدة سيجدد محاولاته لضم صلاح. كشف تقرير صحفي عن رفض اتحاد جدة السعودية الاستسلام في صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، وأن العميد سيجدد محاولاته والتقدم بعرض جديد للريدز في الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان ليفربول قد رفض عرضا من اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح في الانتقالات الصيفية الماضية، وأعلن تمسكه ببقاء نجمه مهما كانت الإغراءات المالية والتي وصلت إلى 215 مليون جنيه استرليني على حد وصف صحيفة ذا سن البريطانية. وكانت تقارير صحفية قد أوضحت في وقت سابق أن ليفربول سيسعى لضم فيكتور أوسيمين من نابولي ليكون بديلا لمحمد صلاح بعدما طلب يورغن كلوب بمراقبة أدائه خلال فترة التوقف الدولي بأكتوبر الجاري. وأوضحت ميرور أن ليفربول لن يتفاوض لضم أوسيمين من نابولي إلا في حالة تأكد رحيل محمد صلاح في الانتقالات الشتوية.
ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع ليفربول في الموسم الحالي سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي. كيف تفاعل نجوم كرة القدم مع دعم محمد صلاح للقضية الفلسطينية؟ تفاعل نجوم كرة القدم مع دعم النجم محمد صلاح للقضية الفلسطينية بعد أن خرج الفرعون المصري قائد منتخب مصر ونجم ليفربول بتصريحات قال فيها: شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. وأضاف محمد صلاح: يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا. وقام بإعادة نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة. يذكر أن العديد من الصحف ووسائل الإعلام البريطانية سلطت الضوء على مقطع الفيديو الذي نشره محمد صلاح نجم وهداف المنتخب الوطني وفريق ليفربول عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبدى من خلاله تعاطفه الكبير مع ضحايا وشهداء العدوان الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من الشهداء. دانا شونال تسلط الضوء على فيديو محمد صلاح دعا لسيادة الإنسانية. قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 3478 فلسطينيا استشهدوا وأصيبوا، 12,065 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قدم محمد صلاح تبرعا كبيرا للهلال الأحمر المصري لمساعدة سكان غزة. ومساء الأربعاء نشر صلاح مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى وقف العنف ووصول المساعدات إلى غزة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب عدم احتفال محمد صلاح؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.